السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا سنة أولى أي تي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير انتوا وكل حبايبكم، وتكونوا بصحة وسلامة كده يا رب. مش محتاجة اقول لكم طبعا ان انتوا وحشتوني كتير كتير كتير. طالب طالب طالبة طالبة، معاكم المهندسة أماني، وهتكلم النهاردة في موضوع جديد من مواضيع مديول واحد. بس قبل ما ابدا في الموضوع بتاعنا، محتاجين نفتكر الليرنينج سيتويشن بتاعتنا اللي احنا كنا شغالين عليها جزء النتورك. هل يا ترى الناس فاكره وبتذاكر ولا لا؟ طب انا محتاجه منكم يا شباب ان الناس تذاكر وتراجع علشان ما تنساش اللي اخدته، وتعرف تكمل في اللي باقي عشان المواضيع مرتبطه ببعض. انا النهارده هحاول اراجع معاكم اللي اخدناه سريعا كده، ايه هي المواضيع اللي اخدناها، وابدا في الجزء الجديد اللي انا عاوزاه. تمام. طيب احنا اخدنا ايه الليرنينج سيتويشن بتاعتنا يا شباب؟ كانت عباره عن مكتب فيه 6 مهندسين استشاريين، ومحتاجين المكتب ده نظبطه بقى من حيث ان احنا نحط اجهزه كمبيوتر عشان يشتغلوا عليها بكل الحاجات اللي هتربطها، واجهزه الشبكه اللي هتربطها، ونظبط جزء الامان بتاعها وجزء الباك اب. فاخدنا مواضيع كتيره، مشينا جزء كبير في الليرنينج سيتويشن دي. طيب لو الناس فاكرة احنا عملنا ايه؟ اول حاجة اخدنا مقدمة في الشبكات، وعرفنا يعني ايه شبكة وايه اهمية الشبكة وكلام كده. تاني حاجة عرفنا شوية مقدمة عن برنامج الباكت تريسر، وعرفنا الباكت تريسر ده ايه فايدته، واشتغلنا جزء بسيط عليه، وضفنا اجهزة وشلنا اجهزة، وبدأنا نعمل شوية كونفيجريشن بسيطة عليه. بعد كده يا شباب عملنا ايه؟ اخدنا ايه هي معمارية الشبكة، وبعديها عرفنا تطور تكنولوجيا الشبكات من القديم للجديد وتقنيات الاتصال. بعدين يا شباب اخدنا ايه؟ انواع التقنيات المستخدمة عند الاتصال بالانترنت. وبعد كده اخدنا طرق الاتصال اللي بتستخدمها ايه التقنيات دي. واخر حاجة يا شباب اخدناها وشرحوها المهندسين قبلي، كانت ايه؟ الجزء بتاع اجهزة الشبكة. طيب النهاردة هندخل في موضوع جديد، تمام؟ عايزاكم بقى تصحصحوا معايا وتركزوا معايا، عشان الموضوع هو سهل وبسيط بس محتاج ايه نركز شوية مع بعض. طيب الاول هخليكم تسمعوا الفيديو ده. الفيديو ده فيه كام معلومة مهمة محتاجاكم تركزوا فيها، ورقة وقلم كده، وتقولوا ايه اللي قاله في الفيديو ده وتكتبوه. تمام. Көз кез көз, күш кеш көш, кір кер көр, күл кел көл, кілең қысқа сөз кім оқиды тез. Арқада алты арқар бар, қырқада қырғы арқар бар, қырғы арқарда ақ арқар бар, алты арқарда марқа арқар бар. Әбдіреде әбігер әкес отыр, әбігер әкес отырған әбдірені әжем ашып отыр. Гүлің гүлге қарап күлімдеді, көгілдір гүлге қонған аралар гуілдеді, доп кеп, дөп деп. Ескекші ескекті еседі, жағажай, жағажайда қамажай. Зура зурнада ойнайды, зурнада бір ғана зура ойнайды демес, зарада зереде зурнада ойнайды. Инелік елеуде иленбейді, итбалық ит. ها الناس مركزة ولا مش مركزة؟ طب أنا عايز أعرف الناس استفادت ايه من الفيديو. طيب أنا هعيده تاني عشان لو الناس مش مركزة تركز تاني وتصحصح معايا. Көз кез көз, күш кеш көш, кір кер көр, күл кел көл, кілең қысқа сөз кім оқиды тез. Арқада алты арқар бар, қырқада қырғы арқар бар, қырғы арқарда ақ арқар бар, алты арқарда марқа арқар бар. Әбдіреде әбігер әкес отыр, әбігер әкес отырған әбдірені әжем ашып отыр. Гүлің гүлге қарап күлімдеді, көгілдір гүлге қонған аралар гуілдеді, доп кеп, дөп деп. Ескекті ескекші еседі, ескекші ескекті еседі, жағажай, жағажайда қамажай. Зура зурнада ойнайды, зурнада бір ғана зура ойнайды демес, зарада зереде зурнада ойнайды. Инелік елеуде иленбейді, итбалық ит. ايه يا شباب اللي فهمتوه من الفيديو؟ طيب كده من الواضح ان محدش فيكم فهم حاجة. ده ليه؟ مش عشان انتوا مش مركزين، ده لان احنا اصلا مفيش لغة تفاهم بيننا وبينه. هو بيتكلم بلغة واحنا بنتكلم بلغة تاني، فلو عدنا الفيديو ده 5 6 7 20 مرة عمرنا ما هنفهم هو بيقول ايه. فاحنا محتاجين علشان نفهم هو بيقول ايه، محتاجين بروتوكول بيننا وبينه، نحاول نحط شوية قواعد في الكلام بحيث ان هو لما يقول نتكلم بطريقة معينة انا افهمه وهو يفهمني. طيب من هنا ظهرت حاجة في الشبكات بنفس الطريقة، علشان كل جهاز يفهم التاني
ما يفضلش جهاز يتكلم بلغة وبطريقة وجهاز تاني يتكلم بطريقة، وجهاز ده يعوز حاجة وجهاز التاني يعوز حاجة، والاتنين لما يجوا يكلموا لبعض ده يقول له مثلا انا عاوز ابعت ميل، وده يقول له مش عارف انا عاوز ابقى افتح صفحة ما اعرفش ايه. لما الاتنين يكلموا مع بعض بطريقة مش مفهومة، لا ده هيفهم ولا ده هيفهم. من هنا ظهرت فكرة ايه؟ البروتوكول. البروتوكول ده ايه؟ عبارة عن ايه يا شباب؟ النتورك بروتوكول هي مجموعة من القواعد والضوابط التي تحدد طريقة الاتصال بين جهازين. حطينا القواعد هنعرف نعمل اتصال صحيح بين جهازين، طيب او اكتر، مش شرط يكون جهازين، ما انا الشبكة ممكن تكون عندي عدد كبير من الاجهزة. بس بتتضمن ايه يا شباب؟ مجموعة من الاليات التي تتيح للاجهزة الاتصال مع بعضها، اضافة الى مجموعة من القواعد التي تحدد طريقة حزم البيانات في الرسائل المرسلة والمستلمة. يعني ده الجهاز ده هيكلم ده، الاتنين هيمشوا بنفس القواعد وهيطبقوها علشان الجهاز ده يفهم ده عاوز ايه والاتصال يتم بشكل مفهوم، وإلا هنبقى زي اللي حصل في الفيديو اللي فات، ده بيتكلم بطريقة وده بيتكلم بطريقة والاتنين مش فاهمين بعض ولا عمرهم هيفهموا بعض. يبقى هنا جت فايدة البروتوكولات. ايه بقى فايدة البروتوكولات يا شباب؟ تسهيل عملية الاتصال بين أجهزة الشبكة. لو أنا بتكلم بطريقة أو بلغة أنت فاهمها، يبقى هنسهل إيه؟ التواصل ما بيننا. طيب وكمان سرية تبادل البيانات عبر الشبكة. لغاية كده كويس يا شباب؟ تمام. البروتوكولات دي ليها أنواع، مش كل البروتوكول أو مش كلها حاجة واحدة، فيها أنواع انواع كتيرة يا شباب، احنا مش هناخد طبعا كل الانواع دي. طب تعالوا نشوف دلوقتي ايه شوية انواع كده منهم، جزء مش كل. في بروتوكول اسمه DNS، وبروتوكول تاني اسمه SFTP، وبروتوكول اسمه ICMP، وبروتوكول تاني اسمه تلنت، وبروتوكول اسمه بوب 3، وبروتوكول اسمه SSH، وبروتوكول اسمه TFTP، وبروتوكول اسمه SMTP، وبروتوكول اسمه DHCP. دول مش كل البروتوكولات، مش كل البروتوكولات يا شباب. احنا اللي هناخده منهم ايه؟ ال DNS هنتكلم عنه، وال DHCP بس، حاجة كده سهلة وبسيطة وان شاء الله هنفهمها. طيب ال DNS وال DHCP، اول حاجة هنتكلم عن ال DNS. نشوف ايه هو ال DNS يا شباب، ركز كده معايا. لما تحب تتصل بشخص ما من موبايلك بتعمل ايه؟ معاك موبايل مسكته وعاوز تتصل بأي حد من زمايلك، هتعمل ايه؟ بتفتح الأسماء عندك وبتطلع اسم الشخص اللي انت عاوز تتصل بيه وتدوس اتصال. ايه اللي بيحصل بعد كده؟ ان شبكة الاتصال دي بتتعامل بس مع الارقام، بتشوف انت بتطلع الاسم، هي بتشوف الرقم المقابل للاسم وما بتتعاملش خالص مع الاسماء. يبقى شبكة الاتصال دي بتتعامل مع ايه؟ مع ارقام، ما بتتعاملش مع اسماء، صح كده؟ لغاية كده احنا متفقين. طيب نفس الموضوع، ايه اللي بيحصل لما بتطلب اي موقع زي جوجل مثلا؟ تفتح صفحة جوجل كده وبتسرشوا فيه على حاجة زي ما انتوا كنتوا متسرشوا معانا، ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان في جهاز اسمه او سيرفر اسمه DNS، ده بياخد رقم الاي بي المقابل للموقع ده. يعني لو جوجل مثلا الاي بي بتاعه اللي هو الاي بي ده، بياخد الرقم ده وبيروح بيه للسيرفر وبيبحث عن ايه؟ عن محتويات الصفحة اللي ليها عنوان الاي بي دي. يعني هو في كذا صفحة وفي كذا عناوين وكذا حاجة عنده، هو بيشوف ايه هي محتويات الصفحة المقابلة للاي بي ده. يعني مثلا هي هنا قال لك اه دي صفحة جوجل، افتحها له. وبعد كده بيروح عامل ايه يا شباب؟ بيعرضها قدامك على المتصفح ده. تمام لغاية كده؟ ها يا شباب؟ ماشي تمام. يبقى ايه هي خدمة ترجمة اسم النطاق او الموقع الـ DNS؟ ايه هي؟ عبارة عن ايه؟ الـ DNS اولا هي اختصار لكلمة Domain Name Server او Domain Name System. في ناس تقولها Domain Name Server وناس تقولها Domain Name System. بيعمل ايه ده يا شباب؟ بيقوم بعملية الربط بين اسماء المواقع والـ IPA الخاص بها.
يعني زي دليل التليفونات. عارفين دليل التليفونات بتاع زمان يا شباب؟ بيعمل ايه؟ بيجمع بين اسم الشخص ورقم تليفونه. الدي ان اس بيعمل ايه؟ بيجمع بين اسم الموقع وعنوان الاي بي بتاعه. دليل كده، وحط اسم الموقع وعنوان الاي بي بتاعه، عشان لما تطلب اسم الموقع يروح ايه، هو ما بيفهمش اسامي، بيشوف الاي بي بتاعه ويروح مطلع لك الموقع ده. تمام يا شباب؟ لغاية كده تمام، كويسين. طيب ازاي بيشتغل الدي ان اس؟ الناس تركز معايا. رقم واحد، انا دلوقتي طلبت اي موقع وليكن gohacking.com اللي بالبرتقاني ده. بعد كده الخطوة التانية اللي هي برضو لونها برتقاني، هيروح للدومين نيم سيرفر بتاعه، بيشوف عنده الكاش فيها الموقع ده ولا مفهوش فيها الاي بي المقابل للموقع ده ولا مفيش. طيب ما لقيهاش، خطوة رقم ثلاثة، هيروح يعمل ايه؟ شايفين راح عمل ايه؟ راح لدي ان اس سيرفر تاني، بيدور في الكاش بتاعته، هل انت عندك الاي بي بتاع الموقع ده يا دي ان اس سيرفر تاني ولا مش عندك؟ لا ده لقيها عنده. هيروح للخطوة رقم أربعة يا شباب، هيقول له شكرا، اديني الاي بي بتاعك اللي انت لقيته علشان اسجله في الكاش بتاعي علشان لما اي جهاز يطلبه مني تاني اعرف ارد. دي الخطوة رقم أربعة. طيب يا شباب بعد كده هيعمل ايه؟ هيروح مرجعها ومديها للجهاز. الخطوة رقم خمسة، يروح الجهاز ده واخد الاي بي بتاع الموقع اللي هو عاوز يطلع عليه. خلاص خد الاي بي بتاع الموقع، هيروح على طول في الخطوة رقم ستة، طالع على السيرفر بتاع الموقع ده. بسيطة وسهلة يا شباب. تاني، اول حاجة الجهاز بيطلب موقع وليكن gohacking.com او google.com. خلاص الدي ان اس سيرفر اللي هو اللوكال او القريب منه بيروح مدور فيه، هل لقيها في الكاش بتاعته ولا ملقيهاش؟ لقيها كان بها، خلاص هيديها له على طول. ملقيهاش هيروح لدي ان اس تاني يشوفها عنده. لقيها الدي ان اس التاني، حلو، هيروح مرجعها للدي ان اس الاولاني علشان يسجلها عنده، علشان ايه؟ ما تضيعش لما يطلبها منه حد تاني، يبقى خلاص كده تمام هي عنده. تمام يا شباب، تمام لغاية كده. بعد كده هيروح يعمل ايه؟ هيروح مديها للجهاز ده، والجهاز ده طالع على طول على الموقع اللي هو عاوزه. ده ببساطة الدي ان اس. خلاص يا شباب تمام. طيب عندي مشكلة دلوقتي، لو انا عندي في البيت شبكة صغيرة ومعايا مجموعة من الاجهزة صغيرة جدا، هقدر ان انا عايز احط لها اي بي، يعني معايا خمس اجهزة او حاجة بسيطة جدا وسهلة، هقدر ان انا الف على الخمس اجهزة دول واحط لهم اي بي. طب انا لو معايا مكان او موقع فيه اجهزة كتيرة خالص وليكن الف جهاز، هلف على جهاز جهاز واحط له اي بي يا شباب؟ حد يقول لي، حد يرد عليا. انا سامعاكم بتقولوا صعب، هلف على الف جهاز. طب فكروا كده معايا ممكن نعمل ايه. حد ليه الفكرة؟ قالك هنشوف عن جهاز يقدر يعمل الكلام ده بشكل اوتوماتيك. انت بتقوله ده صح، اللي قال الكلام ده بيتكلم صح. طيب يا شباب ايه الجهاز ده اسمه؟ اسمه DHCP. يبقى تاني حاجة هنتكلم عنها هي ايه يا شباب؟ هي ال DHCP. طيب ايه وظيفة ال DHCP يا شباب؟ اولا هو اختصار لكلمة Dynamic Host Configuration Protocol. ده بيعمل ايه؟ بيقوم بتوزيع عناوين الاي بي على الاجهزه الموجوده في الشبكه بشكل اوتوماتيك، هو مع نفسه. انا مش هلف على الف جهاز بتوعي، لا ده انا هروح هستخدم جهاز الدي اتش سي بي سيرفر وهوزع ايه بشكل اوتوماتيك عناوين الاي بي على الاجهزه اللي موجوده في الشبكه عندي. طيب يا شباب يبقى ايه هو الدي اتش سي بي؟ هو عباره عن بروتوكول، زي ما احنا قلنا البروتوكول ده حاجه كده بنفهم ايه بها بعض، لغه اتفاق، عباره عن بروتوكول اعدادات المضيف الديناميك. تمام. طيب ايه المقصود بالكلام ده؟ المقصود ان البروتوكول ده هو المسؤول عن الخدمة التي تقوم بتعيين اعدادات الجهاز المضيف في الشبكة بشكل ديناميكي دون تدخل الادمن. تمام. طيب خدمة الدي اتش سي بي، واحنا بنسمع عن حاجة اسمها خادم الدي اتش سي بي، طب هو خدمة ولا خادم؟ هو في خدمة وفي خادم. ازاي؟ انت ممكن ان انت تقوم باعداد سيرفر ليعمل ك دي اتش سي بي سيرفر رئيسي وتقوم بتفعيل الخدمة عليه، يبقى كده السيرفر ده اشتغل كدي اتش سي بي سيرفر، يبقى هو اشتغل دي اتش سي بي سيرفر وبيديك الخدمة، في خدمة وفي خادم.
تمام. طيب ازاي يا شباب بيشتغل الدي اتش سي بي؟ هما 4 خطوات بسيطة. اول خطوة يا شباب بيعمل ايه؟ اول حاجة في حاجة اسمها دي اتش سي بي ديسكفر. ايه دي اتش سي بي ديسكفر؟ ديسكفر يعني استكشاف. بيقوم الجهاز ده اللي هو انت دلوقتي عايز اي بي، تطلب اي بي، انت جهاز جديد كده لسه مشتريه جديد ولسه هضيفه في الشبكة وما عملتش عليه اي حاجة، خلاص الجهاز ده رحت فتحته، هيعمل ايه؟ هيقوم ببث حزمة تدعى دي اتش سي بي ديسكفر اللي هي حزمة الاستكشاف دي، وفيها عنوان الماك بتاع الجهاز الخاص بيه. بيبعتها لمين الحزمة دي؟ بيبعتها ل 255 255 255 255. الأربعة 255 دي اللي هي برودكاست، لو الناس فاكرة برودكاست يعني كل الأجهزة. طيب لاحظ ان الجهاز في هذه المرحلة هو ما عندوش علم بعنوان البث، هو ما عندوش علم بأي حاجة خالص، ده جهاز جديد انا لسه مشتريه ولسه فاتحه ومطلعه، ولا عنوان الشبكة اللي فيها، وما عرفش علم بأي حاجة، لا عنوان البث ولا عنوان الشبكة اللي هو فيها. عشان كده هو بيرسل الحزمة دي الى كل الأجهزة. يبقى الأربعة 255 يا شباب بتعني ايه؟ كل الأجهزة، وكمان بيستخدم عنوان الماك وبيرسل من عنوان الماك. ليه؟ لأن هي وسيلة الاتصال الوحيدة اللي هو ممكن يستخدمها، لأن هو لغاية دلوقتي ما عندوش اي بي. يبقى هو خلاص مسك وراح رسل قال لكل الأجهزة الموجودة في الشبكة، يا كل الأجهزة أنا عايز اي بي، تمام؟ طيب الخطوة التانية ايه اللي بيحصل يا شباب؟ بتصل الحزمة إلى جميع الأجهزة، خلاص من ضمنها ايه بقى؟ الدي اتش سي بي سيرفر. ما هو مش كل الاجهزه دي اتش سي بي سيرفر، هو بس اللي هيفهم ان هو عاوز اي بي الدي اتش سي بي سيرفر، اللي هيروح رادد عليه بخدمه اسمها دي اتش سي بي اوفر، هيدي له عرض. خلاص انا طلبت طلب، يروح السيرفر ده عمل له ايه؟ دي اتش سي بي اوفر اللي هو عرض الدي اتش سي بي، بيقترح على الجهاز ده عنوان اي بي وكمان شويه ايه حاجات تانيه، هيديها له هديه فوق الاي بي، تمام؟ وبيتم حجز العنوان ده بشكل مؤقت لغايه لما الجهاز يرد عليه بيقول له اه انت قبلت العرض بتاعي ولا لا. خلاص قبل العرض بتاعه، هيعمل ايه بقى الجهاز؟ دي اتش سي بي ريكوست، طلب، هيقول له رد على الجهاز اللي اداله العرض بايه؟ بارسال حزمه، هيدي له دي اتش سي بي ريكوست تعلمه بنيته استخدام العنوان المقترح، لان هو اقترح عليه عنوان، خلاص هو بيقول له ايه؟ انا موافق، اديني العنوان اللي انت اقترحته. يروح جهاز الدي اتش سي بي سيرفر باعت له دي اتش سي بي اك، اك دي يعني ايه؟ اكنولوجي، يعني خلاص علم وينفذ. فخلاص اخيرا هيرسل الدي اتش سي بي سيرفر حزمه الدي اتش سي بي اك الى الجهاز لتاكيد وتتمام عمليه التاجير. ببساطه كده نعدهم تاني سريعا، الجهاز الاولاني اللي هو الجديد اللي لسه فاتحه ومطلعه من كرتونته عايز اي بي، هيروح باعت لكل الاجهزه برودكاست، هيقول لهم يا اجهزه انا عايز اي بي. مين اللي هيرد عليه؟ الدي اتش سي بي سيرفر هو اللي هيرد عليه باوفر، وهيقول له انا عندي اي بي مثلا كذا يا عم، عاوز تاخده ولا مش عاوز تاخده. يروح الجهاز اللي عندي ده رادد عليه بيقول له انا ايه خلاص هاخد العرض بتاعك. فيروح عامل ايه الجهاز الدي اتش سي بي سيرفر؟ رادد عليه ويقول له طيب خلاص علم وينفذ، وهيدي له ايه؟ الاي بي اللي هو حجزه له. ده ببساطه الدي اتش سي بي بيشتغل ازاي. طيب ايه الخدمات اللي بيقدمها الدي اتش سي بي؟ انه بيديك اي بي ادرس، دي اكيد خلاص مفروغ منها، وكمان سبنت ماسك. يعني الناس عارفة حاجة بسيطة عن السبنت ماسك ايه، مش هدخل فيها. وكمان دومين نيم، وكمان بيديك الدي ان اس والديفولت جيت واي. طيب انا من ده كله احنا عارفين الاي بي وعارفين الدي ان اس وعارفين حاجة بسيطة عن سبنت ماسك، بس مش عارفين ايه الديفولت جيت واي. انا هشرح كده بسرعة ايه هي الديفولت جيت واي، حاجة بسيطة. ايه هي النتورك جيت واي او الديفولت جيت واي؟ هي عبارة عن ايه؟ شايفين الاجهزة دي كلها؟ عشان تطلع نت في بوابة لازم تعديها، البوابة دي لو مقفولة مش هتعرف تطلع نت. ايه البوابة دي؟ هي جيت واي، هي اصلا جيت واي يعني بوابة، هي بقى البوابة الخاصة بالجهاز التي تستطيع ان تخرج منها لاي شبكة عن طريق عنوان الاي بي. طالما معاها اي بي ومعاها البوابة اللي هتخرج منها اللي هي الجيت واي، كده خلاص هي تقدر تطلع على النت. طيب وغالبا بيكون عنوان الجيت واي ده هو عنوان جهاز الراوتر اللي موجود عندك، عشان تقدر تستطيع ايه؟ انك تطلع على الشبكة، وده طريق وسيلة العبور بتاعك على الشبكة البره عشان تقدر تطلع نت. ما هي الا بوابة عشان تعديني واطلع على النت، تمام؟ لو انتوا بتفتحوا كده النتورك وبنحط ساعات، فاكرين ما كنا بنحط اي بي
لو حطينا هنا اوتوماتيك يبقى الدي اتش سي بي هو اللي هيشتغل اوتوماتيك، وهيشتغل وهيديني كل الحاجات دي، هيديني الاي بي والسبنت والديفولت جيت واي، او ان انا احطها بايدي وهبدا ان انا اكتب الحاجات دي. تمام، وادي الدي ان اس، كل ده الاي دي اتش سي بي بيديهوني اوتوماتيك لو انا ايه محدد اختيار الاوتوماتيك. بس كده يا شباب، هو ده الموضوع اللي انا عايزه اتكلم معاكم فيه النهارده. يا رب اكون كنت خفيفه عليكم. اتمنى يا جماعه ان الناس تذاكر وتراجع، ما تسيبش المنهج، وتحاول تشوف المواضيع اللي فاتت تقرا فيها وتذاكرها تاني علشان تعرف تربط المواضيع ببعضها. واشوفكم على خير قريب يا رب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.